أولا بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. صحيح أن أولا نهنئ الفريق المغربي على هذا التأهل، وصحيح أن النتيجة نوعا ما كانت ثقيلة، وهذا هو كرة القدم، كي تدير أخطاء يعني في هذا المستوى لا تغتفر، يعني تخلص هكاش، وهذا وصرنا حنايا. راه كانت بدايه تاعنا كانت منظمه، والهدف هذاك اللي تلقيناه الهدف الاول نوعا ما ما جاش في وقته، جا يعني جا في وين كان حنا بدينا نحكموا اللعب، بدينا نتحكموا في المباراه عن طريق خطا فردي، وهذا هو كره القدم. راهم لاعبين اشبال داير، نشكر اللاعبين تاعنا كامل على المجهودات اللي داروها، لعبوا ما خيبوش ولا في المجهود. انا الشيء الوحيد اللي يعني نتحسر فيه هذا الجمهور الكريم اللي جاء، نطلب منه صراحه نتاسف كثير، يعني ما كنا حابين نفرحوه، كنا حابين نفرحوه ونخرجوه فرحان. ما كان حتى واحد في مكان يتمنى خساره كيما هذه. لعبنا الند اللي ندرنا اللي علينا، لاعبين داروا اللي عليهم، حنا كطاقم فني ولا طاقم طبي ولا طاقم اداري ولا طوق، كل طواقم اللي معايا داروا اللي عليهم، ما بخلوش خدموا. كذلك مام المديريه الفنيه وقفت معنا الند للند مؤخرا، صراحه داروا اللي عليهم، والحمد لله الحمد لله، هذا هو قضاء وقدر. انا نتحمل المسؤوليه تاع الاخفاق، واللاعبين داروا اللي عليهم، وش نقول لك، هذه النتيجه وهذه هي الحقيقة، هذه حقيقة لازم نعاودوا نقولوا لها ونعملوا، وخلنا من الهضرة وتصفية حسابات. وحنا هذا الإخفاق ماهوش إخفاقي، هو إخفاق تاع الكرة الجزائرية. لازم نتعلموا من الدروس ونعملوا باش نهضوا بالكرة الجزائرية. لازم ما نحصلوش في فلان ولا في فلان ولا في فلان، راهي منظومة كاملة، لازم نعملوا عليها ونتعاونوا عليها كامل، باش نعاودوا نهضوا بالكره تاعنا. وهذه الحقيقه، حقيقه اللي لازم تقبل، لازم نقبلوها باش نقدروا نوقفوا في المستقبل ان شاء الله. ميرسي. Nous allons prendre trois questions. Oui, monsieur. Yeah, oui, vous, au fond. Yeah. السلام عليكم كوتش مصطفى بوي في الاذاعه الوطنيه. كوتش، اليوم منتخب ذهنيا نفسيا بدنيا من كل جانب تقريبا كان خارج الاطار. هل اليوم خسرنا المباراه من الناحيه الذهنيه؟ كان فيه ضغط على اللاعبين، التحضير اللي ما كانش ممكن في احسن الاحوال قبل بدايه البطوله، شفنا اخطاء فرديه، طريقه كذلك كره طويله بطريقه عشوائيه ضايعه في كثير من المرات. شكرا. والله شوف، احنا دوك ما نجيبش نتحجج اخ مصطفى، لما تحجوش تحملوا مسؤوليتنا باش نروحوا للامام. وانا من الناس اللي نتحمل المسؤوليه تاعي، درنا كل ما في وسعنا ذهنيا تكتيكيا. كانت اخطاء فرديه وكوشت، ولا اخطاء اللي كانت يعني ما كانتش اخطاء يعني تكتيكيه ولا موفي بلاسمون. اون بال اللي تقدر ديرها في لاتوش ينحيالك يروح يماركي، دونك فوالا. دوك دي زيرو اخطاء كيما هذه خلصناها كاش، والاسباب عديده. دوكا باش نبداو نحصلوا في فلان وفلان، انا نتحمل المسؤوليه، كل وصل انا نتحمل المسؤوليه، راني قابل نتحمل المسؤوليه تاعي. انا ماشي من الناس اللي ندور ظهري ولا نبدا نحصل في فلان ولا سوء التحضير. ما نوليش اللي فات مصطفى، على بالي واش حبيت تقصد. يعطيك الصحه على كل حال، بارك الله فيك على السؤال هذا تاعك. لا باش حبيت تقصد، بصح انا ما نوليش واش صرا من قبل. عملنا باللي قدرنا، وهذا هو الموجود، هذا هو الموجود، وهذا هو، هذه الحقيقة، هذا هو الموجود. إن شاء الله نعمله، إن شاء الله أمور تتحسن في المستقبل، إن شاء الله مراكز أكاديميات أخرى، تعدد أكاديميات، إن شاء الله مؤثرين بالك أحسن منا إن شاء الله، ولما لا. هذه هي كرة قدم، رانا نتعلموا، رانا نخدموا، حنا هذه تجربة لازم نستخلصوا منها الدروس باش نتقدموا للأمام. سينون كما استخلصوش الدروس، دوكا ندخلوا في امر تاع تصفيات، ماشي لافو تاعي، لافو تاع فلان، ولا ما وفروليش، ولا ما داروليش، ولا كدا. سي بون، كما يقولوا هذه النتيجه. ميرسي. بارك الله فيك. سوفان، وي مسيو ايسي. السلام عليكم، كوتش حسين بوشكير، جزائر تيوب.
كوتش هزيمة مؤلمة أمام أجار. نعرفوا بلي الدربي المغاربي يلعب على جزئيات صغيرة. اليوم ثلث أهداف من دون ردة فعل من طرف اللاعبين. أين يكمن الخلل؟ راك تقول اليوم لازم نتقبلوا الحقيقة، وشنو هي الحقيقة؟ الحقيقة اللي تقدر تقولها لنا اليوم؟ وي الحقيقة أن ما عندناش لاعبين يعني يقدروا يرفعوا التحدي، خاصة والأمر يتعلق بقميص وطني اليوم. شوف ماهيش قضية طرف التحدي صراحة، اللاعبين دوشوا دروشوا ما في وسعهم. الناس دوك لازم تقلب، لازم تقبلوا الكل واش صاري في الكرة الجزائرية، ماهوش يعني المنتهى. هذه هي صورة، صورة كرة قدم جزائرية في الفئات الشبانية، هذه هي صورة. دوك ولا كاين لاعبين اللي ما كانوش في المنتخب ولا ما استدعناهمش ولا حنا، هذا هو الاختيار تاعنا ومقتنعين بالاختيارات تاعنا. دوك حاب يقول هذه هي صورة الفئات الشبانية الجزائرية. الأحسن راهم هنايا، أنا بالنسبة لينا كطاقم فني الأحسن راهم هنا، وهذه هي النتيجة اللي لازم تقبلوها. حاب يقول الناس راهي بدات تفوتنا، ماشي بدات تفوتنا، لازم نخدموا باش نلحقوا ديجا نسترجعوا كيش يقولوا التاخر تاعنا باش نقدروا نقاوموا في المستوى العالي، وهذا هو المستوى العالي. عندها 8 اشهر فزنا عليهم، هذه الناس خدمت تقدمت. حنايا بالك كاين حنا صراحه الضيف الحظ، علاش قلت لك مانيش حاب نتحجج باسكو نتحمل مسؤوليه، هذا حمد ماهيش حاب نتحجج. لاعبين كاين بعض اللاعبين طاحونا في لامي فورم، ماهوش مستوى بدني، هذا بدني من احسن اظهره الجزائريه، ظهير ايسر في الجزائر، وانا نتحمل مسؤوليتي ونتحمل كما يقولوا مسؤوليه كلامي. محور الدفاع من احسن محور الدفاع، وتقدروا تتبعوا كاع البطوله الوطنيه، وانا نقول لكم الوسط الميدان اللي لعبوه هذوما تاع البطوله الوطنيه اللي كاين. اما في الهجوم انا طوف من احسن المهاجمين في الوطن، ونحبوا لانكرو. دوك هذه هنايا هذه قناعتي، دوكا قناعة تاع واحد اخرين هذيك يا خويا، اللهم زدنا علما. والسلام عليكم. اوكي جو لا ديرنيير كيسيون اي سو سرا اون سول كيسيون با دو كومونتير سي فو بلي فو بوزي لا كيسيون با دو كومونتير. اوكي وي مسيو وي فو كوتش السلام عليكم. تاسفوا على هذه الهزيمه بالطبع. كوتش تكلمت على وسط الميدان، شفنا انه ربما اليوم غياب وسط الميدان، كنا نلعبوا كره طويله، انا طوف وحده يحارب في الهجوم، دون ما خلقناش ربما هذاك اللعب اللي كان يمكن انه يشكل خطر بالنسبه للمنتخب المغربي. اين يكمن المشكل هنا في وسط الميدان؟ كيفاش يشوف اليوم رزقي رمان مستقبله مع المنتخب؟ مستقبلي صحيح ان اليوم خسرنا معركه وسط الميدان، رغم ان درنا تغييرات وحبينا دخلنا وظفنا كل لاعبين اللي حبينا نوظفوهم في الميدان، درنا تغييرات، غيرنا تكتيك 4-3-3 ولينا 4-4-2 4-2-4، يعني درنا اللي علينا، درنا واش هذا هو اخطاء في هذا المستوى تخلصها كاش. يعني الفريق المغربي كان متكتل في الوراء، عرف كيفاش يلعب المرتدات عن طريق هفوه كذلك، هدف ثاني لي نظن باللي هو اللي زاد قضى علينا كثير، يعني زاد قسى علينا. وهذه من ناحيه اللقاء، اما من ناحيه مستقبلي، مستقبل تاعي غير ربي سبحانه على باله به. دوك الاتحاديه كاين المديريه الفنيه هي اللي تقدر تقرر. انا يا العمل تاعي ضمير تاعي مرتاح الحمد لله، ضميري مرتاح، تجي فيه بوكو ساكريفيس، تجي فيه بوكو ساكريفيس. داير تخدمت بنيتي ما تريشي، جي با تريشي، جي في سكو جو بوفي فار. شفت لاعبين طبعا، دوكا كيما نقولوا الهضره تقدر تكون مجال مفتوح، اللي حاب يهضر بصح انايا ضمير تاعي مرتاح والحمد لله. انا قلت لك حاجه، اللي متاسف هذا كله، حابين نفرحوا هذا الشعب. انا هذا هو الاسف تاعي للشعب، اسف تاعي شغل فريمون ديزولي، كنت حاب نفرحهم بهذا التاهل، ولكن هذا هو قضاء وقدر، حنا نقولوا الحمد لله. ميرسي بوكو، ميرسي بوكو كوتش. نو زالون انشيني توت ا لور افيك لو سيليكسيونور دو ماروك. إذا كان هذا رزقي رمان، مدرب المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما، تحدث عن العديد من الأمور سنفصل فيها إن سمحتم مع ضيوف الكرام بعد الفاصل. فاصل مشاهدينا، نبدأ البرنامج بشكل. كانت هذه تصريحات رزقي رمان المدرب الفاشل، والذي ساهم في إقصاء الجزائر أمام منتخب العياش وأبناء بوسبير.
لا تنسوا رايك وتعليق وشكرا.